بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى أن الخوف نوع من البلاء يبتلي الله عز وجل عباده به، أي الخوف من غير الله عز وجل، مع أن الخوف من الله عز وجل عبادة من أجل العبادات التي يتقرب بها إلى الله عز وجل، والتي تدفع الإنسان إلى العمل الصالح، وتدفعه كذلك إلى التوبة واللجوء إلى الله عز وجل، والاستعانة والاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، وترك ما يغضب الرب سبحانه وتعالى ويسخطه. فمن خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. ولكن الخوف من غير الله عز وجل نوع من البلاء يبتلي الله سبحانه وتعالى به العباد، وذلك لانحرافهم عن منهج الله سبحانه وتعالى، أو تقصيرهم في حق الله عز وجل، أو إن كانوا من أهل الصلاح والتقى فإن الله عز وجل يرفع لهم به الدرجات، ويحط الله عز وجل عنهم الخطايا والسيئات. قال الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ولنبلونكم بشيء من الخوف، أن يبتلي الله سبحانه وتعالى عباده بشيء من الخوف، إما الخوف على النفس، وإما الخوف على الولد، وإما الخوف على المال، وإما الخوف من المستقبل، وغير ذلك من تسلط العدو عليه، أو غير ذلك من أنواع الخوف التي يجدها الإنسان. وهذا الخوف قد يكون قليلا منعقد الأسباب، وقد يكون كثيرا يؤثر في الفرد والأفراد. فهذا الخوف عباد الله الذي جعله الله سبحانه وتعالى نوع من البلاء، قد يكون مترتبا على معصية من الله سبحانه وتعالى. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. أذاقها الله لباس الجوع والخوف، أي بما كانوا يصنعون من الأعمال التي تسخط الرب سبحانه وتعالى وتغضبه، أي التي هي خلاف ما عاهدوا الله عز وجل عليه.
خلاف الاستقامة على منهج الله سبحانه وتعالى، فإنهم كان ينبغي عليهم إذ مكنهم الله عز وجل أن يستقيموا على أمر الله سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل لموسى عليه السلام: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قد أجيبت دعوتكما بإهلاك الفرعون وتمكينكم في الأرض، فاستقيما على أمر الله عز وجل ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، الذين خالفوا أمر الله عز وجل. من هؤلاء المنحرفين عن المنهج الرباني وعن منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما انحرف الناس عن هذا المنهج، فإن الله سبحانه وتعالى أخذ ما في أيديهم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك: وما حكمت أئمتهم بغير ما أنزل الله إلا سلط الله عز وجل عليهم عدوهم فأخذ بعض ما في أيديهم، أو ربما يأخذ كل ما في أيديهم، وذلك بسبب انحرافهم عن المنهج الرباني. فالله سبحانه وتعالى يطرح عليهم سؤالا استنكاري: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فإن هذا الأمر عباد الله خلاف المنهج الرباني، فإن الله عز وجل يقول في كتابه العزيز: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. أي حين يمكن المرء ينبغي أن يقيم دين الله سبحانه وتعالى، حتى وإن كان ذلك مدرجا حسب القدرة، إلا أنه ينبغي أن يكون هناك إقبال عليه ورضا به ودعوة الناس إلى ذلك، حتى يكون في محل رضا من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هناك انحراف عن المنهج، فإن الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد بهذا الخوف: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. مع أن الأصل مع عباد الله المؤمنين أن الله سبحانه وتعالى يذهب عنهم ذلك، كما قال الله عز وجل: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. أي كان ينبغي عليكم شكر نعمة الله إذ آواكم الله سبحانه وتعالى ونصركم ومكن لكم، فكان ينبغي عليكم أن تشكروا نعمة الله عز وجل. وليست نعمة الله عز وجل في شكرها إنما يكون باللسان فحسب، وإنما ينبغي أن يكون هناك برنامجا عمليا في شكر الله عز وجل. اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا. إنما شكر نعمة الله يكون بالعمل الصالح، بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، حتى يكون هناك شكر لنعمة الله عز وجل. وقد يكون الخوف نوع من رفع الدرجات وحط الخطايا والسيئات، فإن هذا الخوف كان في موسى عليه السلام، فأصبح في المدينة خائفا يترقب حين تربص به العدو وأراد الفرعون قتله، وقال: ذروني أقتل موسى وليدعو ربه. فلما تآمروا عليه لقتله كان هناك خوف في موسى، اندفع بعد مسير طويل من مصر إلى مدين حتى جاء الرجل الصالح، فلما جاءه وقص عليه القصص قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. بعد مسافة طويلة قطعها ماشيا على رجليه، تخطى فيها بحار وأنهار وصحراء طويلة حتى بلغ إلى مأمنه، كان ذلك نوع من الابتلاء،
ولكنه في حق موسى لرفع الدرجات وحط الخطايا والسيئات. ولقد حدث ذلك لخير أمة في خير أمة أخرجت للناس. قال الله سبحانه وتعالى: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. كان هذا الخوف الشديد في غزوة الخندق حتى أن الرجل لم يكن يجرؤ يخرج إلى خلائه، وذلك من شدة الخوف، وإنما كان ذلك رفع لدرجات هؤلاء الصحابة الكرام وحط للخطايا والسيئات التي ربما ارتكبوها. فإن ذلك الأمر عباد الله إما أن يكون نوع من العقوبة من الله، وإما أن يكون نوع من التمحيص ومن التخليص من الخطايا والسيئات. والعبد إذا ابتلي بشيء من ذلك عليه أن يفتش في نفسه، وأن يتهم نفسه أولا، وأن يتوب إلى الله عز وجل، وأن يرجع إليه، وأن يأخذ بأسباب تدفع عنه الخوف وتحقق له الأمن. وأول ذلك هو أن يكون لله وليا، فإن الله سبحانه وتعالى قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فلكي يكون العبد في حماية الله عز وجل، في حماية الله وعنايته ورعايته، ينبغي أن يكون وليا لله عز وجل. والولاية إنما تتحقق بالتقرب إلى الله عز وجل بفعل الفرائض، وكذلك بالتقرب إلى الله عز وجل بإتباعها بالنوافل، زيادة على الترفع عن هذه المعاصي. فإن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن دعاني لأجيبنه، ولئن سألني لأعطينه. هذا الحديث الذي يسمى حديث الولاية، أن العبد إذا حقق الولاية لله عز وجل بفعل الواجبات وإتباعها بالنوافل، فإنه يكون موفقا في سمعه وبصره وبطشه ومشيه، مجاب الدعوة والسؤال عند الله سبحانه وتعالى. فإنه جاء في الرواية الأخرى أن الله سبحانه وتعالى يوفقه في ذلك، فقال: فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي، أي بتوفيق الله سبحانه وتعالى وبتسديد الله عز وجل. فإذا علم العبد أن الله عز وجل معه، فإنه ينبغي أن يوقن أنه ليس ثمة قوة في الأرض تستطيع أن تقهره أو تهزمه، أو أنه توقع به نوعا من الضرر الذي يتأذى به، حتى وإن كان نوع من الإيذاء في الدنيا، فإن ذلك يكون ذخرا له ورصيدا عند الله عز وجل حين يلقى الله سبحانه وتعالى. فدفع الخوف إنما يكون بتحقيق الولاية لله سبحانه وتعالى. وأول ما تتحقق به الولاية لله سبحانه وتعالى هي أن يكون مؤمنا تقيا لله سبحانه وتعالى. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكي يدفع الله عز وجل عنك الحزن، ويدفع عنك الهم، ويدفع الله سبحانه وتعالى عنك الخوف، ينبغي أن تكون تقيا لله عز وجل بفعل المأمور وترك المحظور. ينبغي أن تكون مصلحا لنفسك، وهذا الإصلاح يتم من الداخل أولا، ثم يكون بعد ذلك في خارج الإنسان، وإلى خارج الإنسان في مجتمعه ومن حوله. فإن هذا الإصلاح هو سبيل لدفع الخوف عنك، تقتل
مخلوقا لله عز وجل، وإصلاح لذات النفس، ثم بعد ذلك إصلاح للكون من حولك. فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن العبد لكي يدفع عنه الخوف ينبغي أن يكون مؤمنا لله سبحانه وتعالى، موحدا لله سبحانه وتعالى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا السؤال الذي يطرح في بداية الآيات: من هو أحق بالأمن؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. هذه الإجابة أن من آمن بالله عز وجل وحقق التوحيد لله سبحانه وعبد الله عز وجل وحده لم يشرك بربه شيئا، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له الأمن التام ويجعل له الاهتداء التام في الدنيا وفي الآخرة. أي عندما يكون في الدنيا يكون آمنا مهتديا مهما تجمعت عليه الخلائق، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فهؤلاء عندما قيل لهم أن الناس قد جمعوا لكم لم يكن ثمة خوف من ذلك، لأنهم قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل، كلمة قالها إبراهيم عندما ألقي في النار، وقالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فإن ذلك يتأتى بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، أي مما يدفع عنك الخوف أن تكون لله عز وجل تقيا، أن تكون مؤمنا، أن تعمل الصالحات، أن تحقق الولاية لله سبحانه وتعالى، أن تؤمن بقدر الله سبحانه. اعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وأن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فإن ما وقع وألم بك كان لابد أن يقع، وأن الله عز وجل كتبه قبل خلق الخلق 50,000 سنة وكان عرش الله على الماء. لابد أن يكون هناك إيمان بقدر الله سبحانه وتعالى، ولكننا ندفع قدر الله بقدر الله. فإذا ابتلي العبد بمرض فينبغي أن يلجأ إلى طبيب يعالجه ويداويه ويصف له الدواء، وذهابه للطبيب بقدر الله فإنه يدفع قدر الله بقدر الله، كما قال عمر رضي الله عنه عندما كان ذاهبا إلى الشام، ثم حل فيها الطاعون فرجع عمر، فلما أنكر عليه أبو عبيدة قال: أتفر من قدر الله؟ قال: إنما أفر من قدر الله بقدر الله، إنما أفر من قدر الله بقدر الله. فإذا قدر الله عز وجل عليه شيئا فلا بد أن يقع، ولكن العبد ينبغي أن يأخذ بأسباب ذلك، ينبغي أن نسلم لله عز وجل. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إذا سلم العبد نفسه لله عز وجل وطرح نفسه بين يدي الله عز وجل ولجأ وآوى إلى الله سبحانه وتعالى واستعاذ به واستعان بالله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يحفظه، شرط أن يحفظ العبد ربه سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. احفظ الله عز وجل في أوامره ونواهيه، فالتزم أمر الله عز وجل واجتنب نواهيه، يحفظك الله سبحانه وتعالى. احفظ الله عز وجل تجده تجاهك، أي تجده أمامك. إذا كنت حافظا لله عز وجل فمهما وقعت في شدة
تجد الله عز وجل أمامك، كما جاء في الرواية الأخرى، كما جاء في الرواية الأخرى: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ينبغي أن تكون لنا عبادة في الرخاء، عندما يكون الأمر فيه سعة وفيه بحبوحة ينبغي أن يكون العبد متعرفا إلى ربه، عندما يكون غنيا ينبغي أن يتصدق من ماله وأن يبذل، عندما يكون صحيح البدن شابا مفتول العضلات قوية ينبغي أن يكثر من الطاعات والعبادات التي تليق بالشباب والفتوة، عندما يكون العبد مقيما ينبغي أن يفعل بعبادات كثيرة تنفعه عندما يكون مسافرا. فإن هذا العبد ينبغي إذا كان هناك فرصة في الحياة وأمد الله عز وجل له في الأجل، فينبغي أن يستغل ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا الأمر إذا كان العبد متعرفا إلى الله في الرخاء عرفه الله عز وجل في الشدة، أي كان الله عز وجل في معه في شدته. فإن يونس عليه السلام عندما دخل في بطن الحوت ونادى ربه سبحانه وتعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، قالت الملائكة: يا ربنا صوت لم نعرفه إلا في طاعتك، لم نعرفه إلا في التوجه إليك وعبادتك. وظلت الملائكة تدعو الله عز وجل أن ينجيه حتى نجاه الله سبحانه وتعالى. كان عارفا لله عز وجل في الرخاء فعرفه الله عز وجل في الشدة. فإن ذلك ما ينبغي أن يكون معلوما لدى الناس، فإن الله سبحانه وتعالى بيّن أن أمر الاستقامة أيضا هو مما يدفع عن الناس الخوف، فإذا استقاموا على منهج الله عز وجل أذهب الله عز وجل عنهم الخوف. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي استقاموا على منهج الله عز وجل وساروا على درب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى يذهب عنهم هذا الخوف ويدفع الله سبحانه وتعالى عنهم هذا الخوف. ثم أن الأمر عباد الله، ثم أن الأمر عباد الله يحتاج إلى دعاء ولجوء إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى يفرج الكرب ويذهب الهم ويبعد البلاء، وذلك كله بالدعاء. إذا ما توجه العبد إلى الله عز وجل مخلصا سائلا الله عز وجل فإنه ينجيه من كل كرب، كما قال نوح عليه السلام عندما اشتدت به هذه المدلهمات من تجمع الناس والكفار عليه، وكان معه قلة قليلة آمنت به، قال رب إني مغلوب، فنادى ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. جاءت فاء التعقيب والسرعة: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، بمجرد أن انتهى من دعائه أني مغلوب فانتصر، فجاءت الإجابة من الله عز وجل: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. فأغرق الله عز وجل قوم نوح ونجاه الله سبحانه وتعالى ومن آمن معه، وكذلك من كانوا مع داود عندما كانوا في بداية المعركة وكانوا عددا قليلا، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله، وقتل داود جالوت وآتاه الله العلم والحكمة. فإن هذه الإجابة السريعة تدل على أن من دعا كان أهلا للإجابة، وأن قلبه كان عامرا بالإيمان،
وأنه صدق لجوءه إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه ينبغي أن يكون هناك صدق مع الله عز وجل. إن تصدق الله يصدقك، لو كانت دعوتك صادقة فإن الله عز وجل يصدقك فيما أنت فيه وفيما وعد الله عز وجل به. فإن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فبايعه على الموت، فلما انتصر المسلمون في بداية المعركة قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الغنائم، وقال هذا قسم هذا الرجل، لأنهم لم يجدوه. فلما جاء الرجل قالوا خذ هذا، قال ما هذا؟ قالوا هذا قسمك من الغنيمة. فحمله فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما على هذا بايعتك؟ وإنما بايعتك على أن أرمى بسهم هاهنا فأقتل فأدخل الجنة. قال إن تصدق الله يصدقك. فخرج فقاتل ساعة فأوتي به محمولا قد أصيب بسهم مكان ما أشار. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. هذه الأسباب الإيمانية التي هي من تحقيق الولاية لله سبحانه وتعالى، من تحقيق الولاية لله سبحانه وتعالى، ثم الإيمان بالله عز وجل وتحقيق التقى وتحقيق التوحيد والتوكل على الله عز وجل، والإيمان بالقدر والتسليم لله سبحانه وتعالى، وكذلك الاستقامة ودعاء الله سبحانه وتعالى، فإن ذلك كله يدفع عنك الخوف، سواء كان الخوف على نفسك أو الخوف على مستقبل حياتك. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن خفت على مستقبلك أو مستقبل أبنائك أو على حياتك أو مستقبل دعوتك أو مستقبل التزامك أو غير ذلك من تسلط عدوك عليك أو أن يحول بينك وبين حقوقك، فينبغي أن تتقي الله وأن تقول قولا سديدا، لا أن تكون في الأزمة وأنت تتقرب إلى الله بالكذب والزور وخلف الوعد وكذلك الاتهام وسوء الظن والاعتداء على الناس، فإن ذلك لا يمكن أن يتنزل معه النص ولا أن يذهب به الخوف. فلا بد من لجوء إلى الله عز وجل، ولا بد من أن نكون عباد الله في كنف أهل الإيمان، في كنف أهل الإيمان، ولا أن نكون في كنف أهل الجور والعصيان، فإن ذلك يبعدنا من الله عز وجل. فعلى العبد أن يقوم بدوره في إصلاح نفسه، في إصلاح نفسه، لأن ذلك هو الإصلاح الحقيقي الذي يؤدي إلى إصلاح الدنيا بغير بأسرها. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فإننا في وقت الأزمة لا ينبغي أن نجتر حالنا ولا أن نكرر وصف ما نحن فيه ولا أن ندفع إلى اليأس والقنوط، بل لا بد أن يكون هناك خطاب نبشر به، بل لا بد أن يكون هناك خطاب نبشر به، أن يبشر بعضنا بعضا بأن المستقبل للإسلام والمسلمين وأن العاقبة للمتقين، كما قال الله سبحانه وتعالى: الحرب قد تكون سجالا بين أهل الكفر وأهل الإسلام، تارة ينتصر هذا وتارة ينتصر هذا، ولكن الذي قطع الله عز وجل لنا به أن العاقبة للمتقين، كما قال الله عز وجل: وأن العاقبة للمتقين. فلا بد أن نؤمن بموعود الله عز وجل، وينبغي أن نثق بالله سبحانه وتعالى، وينبغي أن نبشر في الأزمات كما كان هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاءه خباب بن الأرت
وكان الكفار قد وضعوا الحديد المحمي على ظهره فسقط لحم ظهره كله، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو متوسد في ظل الكعبة، فقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فغضب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجلس مغضبا محمرا وجهه، وقال: إنه كان في من كان قبلكم ليؤتى بالرجل فتحفر له الحفرة ويوضع المنشار على رأسه حتى يشقه نصفين، ما يصرفه ذلك عن دينه، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يمشي الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم أناس تستعجلون. فبشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بفتح اليمن، وبشر بحالة الأمن والأمان التي تكون في ظل دولة الإسلام المستقبلة، بأن يمشي الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ثم قال: إنكم أناس تستعجلون، إن آفة الأمور العجلة، إن آفة الأمور العجلة، إن لله عز وجل في كونه سننا ينبغي أن تكون هذه السنن، ولا يجوز معاندة سنن الله الكونية، وإنما ينبغي أن نسير مع هذه السنة الكونية. والله عز وجل وعدنا بأحسن الوعود إذا ما استقمنا على منهجه سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هجرته يتبعه سراقة بن مالك حتى يصل إليه، فيحدث ذلك خوفا لدى أبي بكر ولدى أيضا مولى أبي بكر الذي كان معه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ارجع يا سراقة، ولك سواري كسرى. فقال سراقة: كسرى بن هرمز، أي ملك الفرس، ملك هذه الدولة العظيمة. فيقول: نعم. فقال: اكتب لي. فكتب له سواري كسرى. فلما فتحت بلاد الفرس وجاءوا بكنوزها إلى عمر رضي الله عنه، جاء سراقة فقال: يا أمير المؤمنين، إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب لي سواري كسرى. فقلده عمر تاج كسرى وسواري كسرى ودرع كسرى وسيف كسرى ولباس كسرى، ثم ضحك عمر فقال: أعيرابي يلبس لباس كسرى ويتقلد تاج كسرى ودرع كسرى وسيف كسرى. ثم بكى عمر رضي الله عنه على توفيق الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة بعد ضعف شديد. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الوقت الذي بشر به بهذه الأمور، كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم فارا بدينه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوم الخندق وقد اجتمعت عليه كل جحافل الكفر والطغيان، 10,000 من المشركين، ويهود بني قريظة كانوا 700 مقاتل، اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومعه يومئذ 3,000 مقاتل، كانوا في داخل الخندق، وكان العبد لا يجرؤ منهم أن يخرج إلى خلائه، واجتمع عليهم شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد، كل هذا قد اجتمع عليهم في هذا. وكانوا يحفرون الخندق، فكانت صخرة شديدة لا تنكسر، وكانت عقبة في حفر الخندق، فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخبرونه بذلك. فأخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعول، ثم نزل إلى الحفرة فضرب ضربة فقدحت شرارا، ثم تفتت الحجر قليلا، فقال: الله أكبر. فقال: الله أكبر، فتحت قصور الروم، والله إني لأرى قصورها الحمراء الآن. فهذه قد فتحت، أي بداية الفتح، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المحنة واجتماع الكفار عليه يبشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمستقبل باهر لهذه الأمة. ثم ضرب ضربة فقال: الله أكبر، فتحت قصور الشام، والله إني لأرى قصورها البيضاء، في قصور فارس، والله إني لأرى قصورها البيضاء الآن. ثم ضرب ضربة
فتفتت الحجر فقال الله أكبر فتحت اليمن، الله أكبر فتحت اليمن. هذا تبشير في زمن المحنة، لا ينبغي أن نجتر حالنا مهما كان شديدا، وإنما علينا أن يبشر بعضنا بعضا بمستقبل باهر وبأزمة تفوت وتمر، ويعود التمكين لأهل الإسلام. فإن الله عز وجل أخبر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بهيمنة أمته على هذه الأمم كلها. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سيبلغ هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، حتى لا يترك بيت مدر ولا حجر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز به الإسلام وأهله، وذلا يذل به الشرك وأهله. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي. هذا حديث متحقق، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصادق الذي أنزل الله عز وجل عليه الوحي للبلاغ قد بلغنا أن مستقبل الإسلام باهر، وأنه سيكون عباد الله تمكين لهذه الأمة. ولكن يبقى علينا أن نعمل لهذا التمكين، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن عودة دولة الإسلام في آخر الزمان إنما تكون على منهاج النبوة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ستكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم يكون ملكا عاضا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم يكون ملكا جبريا فيكون فيكم ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله إذا شاء أن يرفعه، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وآله وسلم. آخر الأمر خلافة على منهاج النبوة، سيطرة وهيمنة لأهل الإسلام على الدنيا بأسرها، وذلك عباد الله بالاستقامة على منهج الله، لأن الخلافة تعود على منهاج النبوة. ولذلك مهما حاولنا في غير ذلك فإن التمكين لن يكون لنا كاملا، وربما لن يكون لنا، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. نسأل الله عز وجل أن يمكن لنا دينه الذي ارتضى لنا، وأن يبدل خوفنا أمنا ويأسنا رجاء، وأن يجعل بلادنا هذه آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الأمن والأمان، وأن يدفع عنا الخوف والخشية من غيره سبحانه وتعالى. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، وأصلح لنا أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أطعمنا من جوع وآمنا من خوف. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم تقبل قتلاهم وداوي جرحاهم واشف مرضاهم. اللهم ادفع عنا الغلاء والولاء والوباء والربا والزنا والفواحش وما ظهر منها وما بطن. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام. اللهم قيد لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.